السلام عليكم. طبعا بالشرح الجراوند ووتر تريتمنت، الجراوند ووتر تريتمنت هي ما تختلف عن السيرفس ووتر تريتمنت الا بشكل بسيط، ندرسهم ونحل اسئله برضو بهذا الفيديو، يعني هذا الشرح وهالاسئله مباشره، لانه شابتر كثير قصير عباره عن 3 صفحات، مشان ننتقل بعدها لماده الفاينل او يعني الثاني لماده الفاينل. تمام، احنا هسه راح نتكلم عن جراوند ووتر تريتمنت. المين اوبجكتيف انا شو هدفي من المين ووتر تريتمنت؟ هسه من السيرفس ووتر تريتمنت حكينا بارت كامل، ارجع للفيديو شوف. هسه هون المين اوبجكتيف تو برينج جراوند ووتر كواليتي اب تو درينكينج ووتر ساتوريتد، يعني انا عشان اعمل المياه الجوفية ايش عملها ان تكون صالحة للشرب، صالحة لمياه الشرب. وكمان remove some excision يهم الكالسيوم والمغنيسيوم، كل هذول بيعملوا لي hardness. تمام، هاي مركبات الكالسيوم والمغنيسيوم تعمل لي hardness، صورة للمياه وكورة المياه. كمان هسه بيحكي لي في عندي عدة ملوثات للمياه الجوفية، common pollutants، بيقول لي عندي الكالسيوم حكينا عنه، المغنيسيوم حكينا عنه، الحديد، المنغنيز. بيحكي لي هذول comes from geological formation، تكونوا من جيولوجيا يعني من الطبيعة. من هاي عندي النايتريت comes from aggressive agriculture. عندي كمان synthetic compounds from industrial activities. عندي arsenic والراديو clides inorganic matter. هذول عبارة عن common pollutants. حكالي شو هم ال common pollutants بالgrand water؟ اللي هذا وهذا وهذا وهذا، كل واحد من وين بيجوا شو منهم. تمام، هسه عندي تريتمنت ستيب، تريتمنت ستيبس شو عمليات تريتمنت. احنا بنعرف انه خطوات التريتمنت السيرفس ووتر، عندي سكريننج، عندي البرايمري سيدمنتيشن، كوجوليشن، افلوكيوليشن، سكندري سيدمنتيشن، فلتريشن، ديستفنكشن، صح؟ راح تقول لي اه، طب الجراند ووتر نفس الشيء؟ بقول لك اه نفس الشيء مع اختلاف بسيط. الاختلاف البسيط الاول لانه في عندي عمليه اسمها اريشن. احنا حكينا بالسيرفس ووتر كواليتي يعني الريفر واللي كانت الاريشن هي وظيفتها انه تو سبلاي او تو اند ريموف اكسس gases and FE. يعني وظيفة عملية الاريشن، انا هسه عندي بالجراوند ووتر، كيلي عندي عمليات. اول عملية الاريشن، عملية الاريشن وظيفتها اني احط اكسجين بنفس الوقت احذف غازات واحذف شوية حديد، لانه هذا عندي شوي بضر. هاي المعادلة اللي بحذف فيها. المعادلة الثانية او الخطوة الثانية هي softening. softening هي عبارة عن إيش؟ عن coagulation and flocculation. يعني softening هي نفس هذه coagulation and flocculation. طيب شو هنا وظيفتها؟ chemical. احنا بنعرف إن coagulation and flocculation هي عبارة عن chemical. الخطوة الثانية نفس خطوة surface water treatment. chemical addition reinforce hardness. ايوه هم CAMP.
above. So ability to see. يعني بيقول لي استف منك عملت كوكيوليشن فوكيوليشن. ما في كوكيوليشن فوكيوليشن عبارة عن نضيف كم مشان تخلي الحبيبات تتكون مع بعض وبعدين مشان تترسب. هاي هي الخطوة. شو العملية بالسوفت لينك؟ بقول لك use time and soda. شو هذا الاشي حكينا؟ strip ca mg. يعني ضيف انا اللايم, ضيف اللايم مشان احذف ca, ضيف soda ash مشان احذف m. تمام. شو بحكي لي؟ when we add lime to water. مش احنا حكينا احنا بنضيف اللايم عشان نزيد البي اتش؟ بقول لك بقولك هسه شو بصير لما انا اضيفه مشان انا ازيد البي اتش؟ شو بصير؟ بقول لك اللايم reacts first with any free carbon dioxide CO2 available. يعني انا لما اضيفه بتفاعل اول شيء مع الكربون ديوكسيد اللي هو CO2. تمام. بتكون الذره مضافه مش قليله. تمام. مش قليلة مش قليلة. أيوه. عملية سوفتنج عبارة عن هاردنس. الهاردنس راح نأخذها بلابل بي إيه وراح نأخذها هون كمان. Hard water is caused by calcium and magnesium ion. قلنا عنها critical formation حكيتنا عنها. Lime soda ash to strip calcium magnesium from solution. The treatment has bacterial action, move ion and add. بقول لي هون what happened, هون شو بصير لما light add to water free carbon dioxide forming calcium carbonate. يعني شو بنتج عندي لما يتفاعل lime شو لما يتفاعل مع الكربون ديوكسيد؟ بقول لي بنتج calcium carbonate. بنتج calcium carbonate بتفاعل مع calcium bicarbonate. تمام. يعني اول اشي يتفاعل مع الكربون ديوكسيد تجلي كالسيوم بيكربونات. بعدين بتفاعل هذا رياكت with كالسيوم بيكربونات. بس هاي ملخص عملية السوفت. بقول لي since magnesium precipitate equivalent time if needed to remove هاي الجملة هون. هالشي بقول لي بس أنا بدي أشرح هذا الحكي اللي تحت هذا كلياته واللي فوق. إذا في بعض الشغلات فوق ما حكيتها أنا بدي أشرحها بموضوع اسمه الهاردنس. موضوع اسمه الهاردنس. موضوع بناخذه إحنا بلاب البيئية بالمد. يعني أنتوا يعني لما تحضروا هذا الفيديو أنتوا تكونوا هذا الشيء ماخذينه. تمام. يعني لو اني شرحته بشكل ضعيف انتم بتكونوا فاهمينه بالله. بس لا وان شاء الله راح نشرح شرح قوي. كل اللي في عندي نوعين الهارد. الاولى temporary يعني مؤقت كاربونات. بتتكون من كاربونات سيستم. ما في عندي الثانية عبارة عن permanent دائما. هي عبارة عن نون كاربونات مش كاربونات. ايش هي عبارة المكونات الرئيسية؟ كالسيوم مغنيسيوم وذ سلفات كومبون. طيب شو يقول لي؟ يقول لي البويلينج وان كان موف كربونات
partners اللي هي التيمبولامين. كيف from أو by لما أنا أغلي مي اللي فيها كربونات هاردنس عن لايم شو بصير؟ بحذفها. بس بيقول لي remove permanent hardness اللي هي النون كربونات عبارة عن ايش؟ عن سودا، تضيف سودا. لايم عن سودا اش هون، هيو هون بحتاج لايم، هون بحتاج السودا اش اللي انا حكيته. تمام. هسه كيف بدي احسب الهاردنس عمليا؟ انا كيف بدي احسب الهاردنس؟ احسب الهاردنس بشكل هاردنس ملي جرام، والهاردنس بالملي جرام لتر تساوي تركيز الكالسيوم. هو اصلا الهاردنس مكون من الكالسيوم والمغنيسيوم، ما بيقول عباره عن هاي الكوفيلنت ات كوفيلنت ات سي اي سي او 3 على كوفيلنت ات الكالسيوم زائد تركيز Mg equivalent at Ca ليشي على equivalent at المغنيسيوم. عندي ملاحظة وهاي حكيتها بلتر 1 اللي equivalent لكل لتر تساوي تركيز ملي جرام لكل لتر الإكويفالنت ويت. نعرف إنه الإكويفالنت ويت يساوي المولكولر ويت من الجدول الدوري. تمام. هي الهاردنس. أنا كيف أحسب الهاردنس عمليا؟ زي هيك. يكون معطيني تركيز للهيدروجين للكالسيوم. أنا الإكويفالنت ويت للسي أو سي 3 ثابت. تركيز الكالسيوم ثابت. تركيز إم جي ثابت. للإكويفالنت ويت. شو بنقصنا؟ بنقصنا التركيز. التركيز أنا بحسبهم. مثال يقول لي ground water has 8 milligram لكل لتر CA2 CA plus 2 طبعا عطانا الشحن، نعرف الشحن ليش نستعملها مشان equivalent weight 10 milligram لكل لتر magnesium. Find hardness as milli equivalent لكل لتر as mg لكل لتر ايش as ca co3. شايفين قانون اللي كتبته قبل شوي؟ مش كان البسط بضرب الكويفالنت ويت ca co3 بيقول لي ليش؟ لانه هو بده الهاردنس as ca co3. فانا ايش بعمل؟ بطبق القانون، بدي اوجد الهاردنس. الهاردنس شو بتساوي؟ تساوي تركيز الكالسيوم كم؟ 100 ملي جرام لكل لتر طبعا مضروب بالإكويفالنت ويت للسي أو سي أو 3 عبارة عن 50 على إكويفالنت ويت للكالسيوم هو عبارة عن 20 ثابت. 50 و 20 ثابتين، زيد عليه 10 مضروبها بالإكويفالنت ويت للسي أو سي أو 3 اللي هي 50 وقسمها على إكويفالنت ويت للمغنيسيوم اللي هي 12 كليات بتساوي 200 91.6 ملي جرام كل لتر. أنا إذا بدي أحسبها بالملي إكويفالنت ببساطة بحكي 291.66 قسمها إكويفالنت ويت للسي أي سي أو 3 اللي هو كم؟ 50 تساوي 5.8 ملي إكويفالنت لكل لتر أساس سي أي سي أو 3. أم الهاردنس، الهاردنس ما بيجي عليها أسئلة سؤال ونحله مع بعض مع الحل في حل الأسئلة. خلينا هسا شو نشرح الستيب الأخيرة هي طبعا
ريكربوناشن. شو معناها هاي عملية الستيب الريكربوناشن؟ بقول لي تو ري ادجست تي اتش فاليو. ايش لك السبب انه التفاعل ناتج عن ازالة هاردنس راح يزيد بي اتش. احنا هنقلله اضافة سي او 2. يعني عملية الريكربونيشن شو هي؟ انا بشان اعمل تعديل لقيمة البي اتش. كيف اعمل تعديل؟ انا حدث تفاعل مشان ازيد الهاردنس اللي هو اضافة اللايم او اضافة السودا اش، فرفع لي البي اتش كثير. واحنا حكينا اصلا ترايز بي اتش، بس احنا قلنا انه الكمية اللي بنضيفها مش قليلة، فبالتالي بيصير كثير كثير عندي بي اتش ارتفاع، فانا مشان اقللها بضيف سي او 2. هاي هي الجراند ووتر تريتمنت. ايوه ناخذ المثال اللي شرحناه قبل شوي. ريكربوناشن ري ادجست ووتر اتش اند الكالينتي جنال هاي. هاي هذا الحكي رياكشن ريموف كربونات اند كربونات هاي بي اتش حكيتها. بروديوس وذ هاي كونسنتريشن اوف سولت اند كالسيوم كربونات حكيناها. تش ووتر انتر ذا سيستم بيقول لي انه هاي البايب كله راح يفشل وراح يكون مياه معالجه. بقول لك سي او 2 ابلاي ريكربوناشن افتر لايم تريتمنت لوور بي اتش. انا بضيف الكربوناشن مشان اقلل بي اتش. فيرت اكسس هيدروكسيد اورون بايو كربونات كربون ديوكسيد نيترلايز بتعادل اكسس لايم بريسيب يعني از كالسيوم كربونات فارذر ريكربوناشن كونفيرت بايو. يعني انا كل ما زاد عندي ريكربوناشن بتحول عندي الكربونات بايو كربونات. عندي عملية sedimentation والfiltration dysfunction في نفس السيرفس موتر، بس اللي بيختلف عندي التكنولوجي بيختلف عندي. هيك خلص الشرح، خلاص نروح على حل الأسئلة. حل الأسئلة خلنا نشوف الأسئلة اللي ما حلناها بهذا الرابط. كانت هي عبارة عن كم سؤال بس يعني كثار. Boiling is a physical process that can remove ايش bonnet hardness. Adjust the water pH and alkalinity in water treatment is a process known as carbonation. في عندي هون the hardness of water was measured to be 175 milligram لكل لتر at CaCO3 containing 2 milli equivalent of calcium. What should be the concentration of magnesium in milligram؟ تمام قال لي عندي 175 milligram لكل لتر ايش هاي هاردنس. قال لي في عندي 2 ملي ايكويفالنت، 2 ملي ايكويفالنت لكل لتر مين هاي؟ تركيز الكالسيوم. قال لي كم تركيز المغنيسيوم؟ ملي جرام لكل لتر. تمام طبق القانون 175 تساوي بدي الكونسنتريشن الكالسيوم يكون بالملي جرام لكل لتر. شو بعمل؟ تركيز بالملي جرام لكل لتر. هسه انا معي بالملي ايكويفالنت، انا بعرف انه الملي ايكويفالنت عباره عن الملي جرام لكل لتر على الايكويفالنت ويت. الايكويفالنت ويت للكالسيوم هو 20، يعني 20 هذا ايش؟ يعني 2 ملي جرام. التركيز بالملي جرام لكل لتر بيكون 40. ايش تحطون؟ 40 50 على ايش؟ على 20. اذا كنا ضربت 2 ب 50 مش شيء عظيم. بعدين بدي اياه بالملي جرام لكل لتر، فبحكي تركيز الملي جرام الهاي على 12 ضرب 50. ال 50 هي الملي ايكويفالنت اللي هي الايكويفالنت ويت للسي اس او 3، وال 12 الايكويفالنت ويت للمغنيسيوم. فهي احسبها بطلع التركيز 18. ايوه 2 ضرب 20 على 50 ضرب 20 هي عباره عن 40 على 20. 50 هي 100%، وهاي 50 على 12. هي شرح الجراوند ووتر تريتمنت فيها اي شيء. يلا راح نبلش بعد هيك جروث. بعد الجروث
تدخل عند الاير بوليوشن ان شاء الله هذول راح يكونوا كثير سهلين وما في عليهم اي صعوبه. الاير بوليوشن عباره عن حفظ راح نشرح ان شاء الله.